الانترناشنال سوبر موديل نايومي كامبل كانت موجودة بدبي لحضور فاشن ايفنت من تنظيم فوغ، وهي وصلت على دبي يوم الأربعاء وتواجدت في البرايفت دينر ولبست فستان ذهبي من تصميم نيكولا جبران. وتاني يوم التقت بالصحافة من خلال جلسة حوارية وحكت فيها عن خبرتها بمجال الموضة والموديلينج، ودانا قابلتها ورح نشوف كل التفاصيل خلال الحلقات الجاية. كمان صبحي بهالويكند بدأ إيفنت تاني خاص بالموضة واسمه إن ديزاينر، وضم عدد كبير من المصممين الشباب اللي عرضوا مجموعاتهم الجديدة، وكان في حضور كبير لعدد من الإنفلونسرز، وفوزازة كانت موجودة ونقلت لنا الأجواء. أنا اليوم في إن ديزاينر عشان أعرفكم على كل الديزاينرز وthir collection وhow they are so on trend this season. وبهالإكزيبيشن كان في ديزاينرز متعددة مختلفة من لبنان، وشفنا تصاميم متنوعة من جاكيت الجلد للفرو وأكيد العديد من الثياب للسيدات وحتى للبنات الصغار. وما فينا ننسى وجود الباجز وأبرزهم من جمانة داغر يلي أنا شخصياً أحب أغراضها كثير، لأنه عندهم باجز مميزة فيهم ميكس بين البرينت والجلد، وأنا لفتت نظري وحدة حبيت أسألها أكثر عنها. My favorite لأنه حسيته African print. هو الطبع ومع الترايبل واكس، it's a mix of both. وهيدي هاند ميد بومبون with the handmade stitching يلي هو هون. And then you have a double color. So هيدا عبارة عن all together جلد. It's the mix, exactly. كله mix. It's a mix of the three and it's waterproof also. وأكيد أنا ما قدرت غير إنه أجرب كم واحدة. وغير جمانة في بوديليون يلي حبيت أعرف جمهور ترندينج عليها. حقكم is like very unique. It's very personalized, صح؟ Thank you. وفيها tricks and different things, like magic tricks. فبليز فيك تبلشي؟ احنا مختصين نعمل كل شيء wooden handbags معمولين من الخشب، حرفية لبنانية بيشتغلوا الباج، بتاخد more than 6 or 7 artisans to complete one bag. نحن بنجمع بين الخشب والleather بالشغل تبعنا. Okay, our brand is ماندي صعب، على اسمها هي البراند. I'm the designer. We do shoe designs. كل شيء بنعمله very different. Our special shoe is the magnet shoes. عنا الفلاتس اللي عليها magnet heel، فيكم تتركوها plain as is. أنا حسويها لأنه صراحة حمسني الموضوع. Or anything. You can add any steel accessory on it. انتقلت لعند Decorate and Donate يلي في مسج حلو من وراء تصاميمها. كثير القطع حلوين. Thank you. و they're different و they're customized، صح؟ Exactly. They're exactly. Very personal. Exactly. بس في قصة وراها. صح. فبدي إياك تعرفين على القصة. Okay. هلا the story is we do these items, accessories, fashion and home accessories. The whole point is to do fundraising for Lebanese families, underprivileged and underprivileged students, and basically to donate in a fun, playful, colorful way. يعني أنت بتساعدي إنه كل ال يعني لما بتبيعيها كل ال proceeds بيروحوا على 100%. Okay. 100%. Okay. We are the بيروح على العوائل اللي بلبنان. Exactly. Okay. Students. قدرت كمان ما أشوف هالثياب يلي كثير ستايلش من ألف فاشن. What's your signature collection يعني إنه هلا what's your most هلا for last summer كان يلي خلينا انشهر كثير هي الأفريكان برينت يلي هن معمولين إكسكلوزيف لإلي لألف فاشن. وهيدول اللي كافتان كمان أخذوا كثير سكسي وصورتهم بباريس. وطبعا كذا إيفنت لازم يتواجدوا فيه البلوجرز مثل تمارا فرة يلي كانت لابسة هالفستان التشيكرد الطويل واعتمدت البونيتيل هيرستايل. هلا أول شيء بدي أقوله I'm very proud of all my Lebanese designers. يعني أنا نقلت هلا على دبي most recently وهلا هيك حسيت حالي رجعت على لبنان ما بعرف ليش. و I'm very patriotic as a person. وكتير مبسوطة يعني to see that عن جد the Lebanese people are able to design so much and in such variety. و unfortunately أكترية العالم ما بيعرفوا
فيهم هالديزاينرز وانا since I have a voice on social media it makes me so proud انه بقدر to share with all my international followers نحن لبنانيه شو فينا نعمل. وروز من حرصت تكون موجوده كمان وخبرتنا عن رايها بهالايفنت. So I thought it is so well curated and I love discovering new talent. So it has been pretty amazing. I already have all my shopping bags ready in the car, but I wanted to come on your stage first. Yeah, but of course. It's been really nice.